أكد وزير البترول طارق الملا أن الفترة الحالية تتطلب المزيد من الجهود والحلول الابتكارية لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية في ظل الأسعار العالمية الحالية، وأشدد الملا على أهمية الإسراع بتنفيذ برامج الإنتاج والتنمية والتواصل والمتابعة المستمرة والالتزام بالتوقيتات المحددة في هذه الخطط والتعامل السريع مع أي تحديات حال وجودها. كما أشار الوزير إلى الدور الهام لشركاء قطاع البترول الذين يدركون أهمية التعاون مع مصر في استغلال الفرص المتاحة من خلال المناخ الجاذب للاستثمار الحقيقي بمصر. شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الكهرباء وصندوق مصر السيادي بمائدة مستديرة للتشاور حول الأطر العامة لإقامة مشروعات الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية ومناقشة الدراسات الفنية والقانونية في هذا الشأن. الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية وقعت حتى الآن 9 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء الدوليين لإنتاج الوقود الأخضر، ومن المتوقع أن تقوم المنطقة الاقتصادية بتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم خلال أيام. التقى محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة بأعضاء برلمان شباب مصر عن محافظة شمال سيناء. وخلال اللقاء أكد محافظ شمال سيناء أن المحافظة مستعدة لمشروع المليون فدان عن طريق 3 مصادر رئيسية تضيف أكثر من 820 ألف فدان، منها ترعة السلام لزراعة 275 ألف فدان ومحطة معالجة مياه بحر البقر والتي تنتج 5,600,000 فدان لزراعة 465,000 فدان، والمياه الجوفية والتجمعات التنموية التي تضيف آلاف الأفدنة إلى رقعة الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء بالمحافظة. وفي سوق المال أنهت البورصة التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 3,400,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 690,271,000,000 جنيه وسط دولة مرتفعة وصلت لنحو 4,400,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 اليوم عند 10,339 نقطة ليغلق عند مستوى 10,246 نقطة متراجعا بنسبة 9.1%. أما عن مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 فقد فتح اليوم عند 2,195 نقطة ليغلق عند مستوى 2,193 نقطة متراجعا أيضا بنسبة 0.8%. أما عن مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا فقد فتح اليوم عند 3,152 نقطة ليغلق عند مستوى 3,148 نقطة متراجعا بنسبة 0.15%. من سوق المال ننتقل معكم إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل اليوم إلى 19 جنيها و10 قروش، سعر البيع 19 جنيها و17 قرشا. أما عن اليورو سعر الشراء 19 جنيها و10 قروش، وسعر البيع 19 جنيها و18 قرشا. بالنسبة للجنيه الاسترليني وصل سعر الشراء اليوم إلى 22 جنيها و56 قرشا، وسعر البيع 22 جنيها و66 قرشا. بالنسبة للعملات العربية نبدأها معكم مشاهدينا من الدرهم الإماراتي، والذي وصل السعر الشراء اليوم إلى 5 جنيهات و20 قرشا، سعر البيع 5 جنيهات و22 قرشا. واخيرا الريال السعودي سجل سعر الشراء وصل الى 5 جنيهات و8 قروش، وسعر البيع 5 جنيهات و10 قروش. في أسواق المعادن النفيسة هبطت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1,734 دولارا للأوقية. أما على المستوى المحلي فقد سجل عيار 18 نحو 914 جنيها، ولمس عيار 21 سعر وصل اليوم إلى 1,066 جنيها، في حين وصل وسجل عيار 24 اليوم إلى 1,218 جنيها. وأخيرا نصل معكم للجنيه الذهب الذي وصل سعره اليوم إلى 8,525 جنيها.
أعلن وزير الطاقة السعودية عبد العزيز بن سلمان أن منظمة أوبك بلس لديها الوسائل للتعامل مع التحديات الراهنة مثل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة. وأضاف الوزير السعودي خلال مقابلة مع بلومبرغ أن بلاده ستبدأ قريبا العمل على صياغة اتفاق جديد لما بعد 2022 فضلا عن مواصلة البناء على النجاحات السابقة. كما أضاف وزير الطاقة السعودية أن السوق الآجلة وقعت في حلقة مفرغة من ضعف شديد في السيولة وتذبذب الأسواق، مما يقوض وظيفة الوصول بفاعلية إلى أسعار مناسبة وصحيحة. مددت السلطة الصينية إجراء تقنين الطاقة والذي أجبر مصانع في جنوب غربي البلاد على الإغلاق، وذلك حتى الخميس المقبل على الأقل، وذلك بسبب انخفاض منسوب المياه في السدود الكهرومائية. وطلبت السلطات من مصانع الرقائق الإلكترونية والألواح الشمسية والسيارات وسلع أخرى في سيتشوان إيقاف أو تقليل النشاط الأسبوع الماضي للحفاظ على الطاقة للمنازل، حيث زادت الحاجة لمكيفات الهواء وسط درجات الحرارة تصل إلى 45 درجة مئوية. انتهت مشاهدينا جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى يوسف عبدين وأميرة العقدة. إليكم، شكرا لك يا أميرة.